السلام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من ذوق تحصل. اليوم باش نعملوا تجربة جديدة، باش نعملوا تحدي الوقت مع جومي. مثلا معنا تو باش ندخلوا جومي فود، باش لكم نديو الماكلة بتاعنا. هوني نختاروا البلاصة اللي احنا فيها اللي هي بينا. هوني نختاروا ريستو، واحنا نختاروا ريستوران ولد الحومة. ديفيزيون تكون بين 50 و60 دقيقة. ندخلوني ناخذوا لي بلا اللي عندهم، باش نكمانديو بلا تونسي، باش نحطوه في البانيي، باش نكمانديو بلا كارتيجي. يلا ندخلو توتال هوني، سي بون كمانديو. نختارو انا حنا ندفعو وقت تجينا كوموند. هوني نمر التليفون تاعنا، باسي لي كوموند. كيما تشوفو باش نقعدو نستناو من 50-60 دقيقة. كيف ثما حاجة عن نيميرو دو كوموند، ان شاء الله بقدرة ربي جميع تكلمنا تو. واضح حكي عاش مساليك. سلام تو، كيما ترى كلمتنا جومي فود وعملنا معاكم في المساء نتاع الماكلة اللي كومانديناها، وان شاء الله في اقرب وقت تكون عندنا. باهي كيف ما شفتو معانا الكونفيرماسيون بقدرة دقيقة كاملة، وتعاودوا نشدوا الكرونو الجومي كي حطيكش اللي جينا الليفرور ونشوفوا قد ايه يشد وقت. كو عملنا كونفيرماسيون للكوموند، الوقت المتوقع انه توصل فيه الليفريزون 47 دقيقة. ان شاء الله نرى جوميا عند كلمتها ولا لا. يلا A few moments later. عملنا كوموند من جوميا، تو وصلونا بلا دوما. نصحكم ولا ما نصحكمش بجولية مزيد كعشي تحفون على الأخرى. أنا عجبني أما كم نشوفوا الرطار وفازيت وواح كي جينا متاع جوميا البرور، قلنا البرور اللي قبلي عمل لك سيدو. أنا كانت عملت الرطار على الغالب. كما تشوفوا ديش متقدر في دياركم، جست تصبوا الابليكاسيون جوميا فود، تختاروا الماكلة من الريستوران اللي تحبوا تاكلوا منه، تجيكم ماكلة ايديالة. وي سي مؤيد. وراء الكاميرا مؤيد، تلقاو الانستغرام تاعو لوتا كيف تحت الفيديو، تلقاوه في الديسكريبسيون لوتا. ما تدخلولوش. عجبني عجبني. يعمل في حاجات باهية. كما تشوفوا هكا خلطها وجا خلطها كعبة العظام راس حم تونسي، مش نجمو ناكلو، نعملو بارشا جو. المسكة بتاعو مش حار اما بني. عندي ظروف المباشر ان شاء
شاء الله نركحوا لكم البيت بالبداية أكثر وأكثر ونعملوا فيها برشا فيديوهات، وإن شاء الله جاي كاميرا في الثنية ونبرتشوا الجو مع بعضنا الناس الكل. اليوم حسن إلى أحسن فيديو تبتعنا. هذه أول تجربة لنا مع جوميا فود، إن شاء الله بقدر ربي باش نكون مع بليزير الفيديو في تونس. كونوا معنا. كما تشوفوا هذه أول تجربة لنا مع جوميا، ما ندوش عملت برشا روتار جوميا كما قلنا لكم، وزيد ثاني حاجة ريستو اللي خدينا من عنده، واليوم برانسيب جوميا ترى مع شكون تخدم، ما عجبتنيش الماكلة بتاعو، مي بيان سير كملناها ما خلينيهاش، يعني ياكلوها بيان سير. ما تنسوش تعملونا سبسكرايب في الشين بتاعنا. ما تنساوش تعملنا دي كومنتير تقولنا رايكم في الفيديو. ادخلوا لنا في الديسكريبسيون لوتر تلقاو انستغرام دوك تحصل انستغرام جديد وانستغرام مؤيد اللي ورا الكاميرا ونحكوا على يرش بالعمل شدي روحكم بيه انستغرامي انا وفارو يلا باي.